أقوى تحية نسمعها للفنان خالد صقور جائزة النخلة الذهبية. مهرجان أفلام السعودية هو العيد للممثلين. نلتقي فيما بعد، نتعرف على وجوه جديدة من خلال الأفلام اللي بتنعرض، نلتقي بمنتجين حابين يدخلوا السوق كممثل، أيضا بتسوي علاقات مع شركات إنتاج داخليا وخارجيا. أنا هذه السنة متفاجئ في أيضا شركات من خارج السعودية متواجدة، فهو عيد بالنسبة لنا. لو أنت لجنة التحكيم تدي جائزة النخلة الذهبية لمين؟ الفنان الأخ والصديق خالد صقر، يعني ما شاء الله كل سنة قاعد تتألق، ومن تألق وإبداع إلى إبداع أكثر، في تطور ملحوظ ما شاء الله تبارك الله، ومو أنا اللي أقيم. ومع بعض كلنا أقوى تحية نسمعها للفنان خالد صقر جائزة النخلة الذهبية. We'll be right back.